أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك بعض المسلمين فيهم العلمانيون، فهل هم مسلمون أم منافقون؟ لا أدري إيش معنى العلمانيون، الكلمة دي مجملة، فإذا كان القصد منها التخلي عن الدين، إذا كان القصد منها التخلي عن الدين والأخذ بأنظمة الكفر وتخلي التخلي عن الشريعة، فهذا كفر بلا شك. ويقولون الفصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة، يقولون الدين في المساجد فقط، وأما خارج المساجد فليس هناك سيطرة للدين، لا في البيع ولا في الشراء ولا في المعاملات، تتبع ما عليه الناس، ما عليه الكفار من الربا والرشوة وإلى آخره، هذا كفر صريح والعياذ بالله، عزل للدين. نعم.